إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا الثاني من مجموع الأشواط والمخصص لفئة الحول المهجنات لأصحاب السمو الشيوخ، من يرغب من أبناء القبائل. ننطلق إذا مع هذا الشوط وننطلق مع هذا التحدي لنتابع معكم الأسماء التي تتواجد في انطلاقة هذا التحدي. أبدأ مع المركز الأول وأبدأ مع الانطلاق الأول والصدارة الأولى. أيها المتابعون، أيها المستمعون، رحبوا معي بوجود لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي التي تتقدم كأول المشاركات على المركز الأول. المركز الثاني أتابع الشاهينية. شاهينية لهجن ند الشبه مع المضمر سعيد بن سالم ثالث المراكز. أتابع الشاهينية لهجن ند الشبه مع المضمر سعيد بن سالم. كما نذكركم أخواني الكرام بنتيجة الشوط الماضي الحاصلة على المركز الأول هي الشاهينية للسيد أو الشاهينية لهجن ند الشبه مع المضمر سعيد بن سالم. تهانينا والناموس لهجن ند الشبه على هذا الفوز والانتصار. ننتقل إذن إلى المركز الرابع، رابع المراكز. أتابع سيلة لسلطان بن سالم بن نايع بالشاوي القفلي. خامس المراكز الشاهينية لهجن ند الشبه مع المضمر سعيد بن سالم. أشوف اللي وصلت أيضا وخذت المركز الخامس، هذه هي الشاهينية لهجن ند الشبه مع المضمر سعيد بن سالم. سادس المراكز أتابع ميرال لسعيد بن منانة أهل شتبي. والمركز السابع في هذه اللحظات التدخل من معاني لسعيد بن منانة أهل شتبي. وتاسع المراكز تحضر في هذه اللحظات هنا وتتقدم الشاهينية لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. هذه إذا مشاهدينا متابعينا الكرام نتيجتنا للمراكز الأولى المتقدمة، هذه نتيجتنا لتحدي هذا الشوط. والعودة مع المركز الأول والصدارة، العودة مع المركز الأول وقيادة هذا الانطلاق. عسيلة من تقدمت ورصدت وانطلقت مع المركز الأول لسلطان بن سالم بن نايع بالشاوي القفلي. بن نايع إذن في هذه اللحظات مع المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني أتابع الشاهينية لهجن ند الشبه مع المضمر سعيد بن سالم. والمركز الثالث أتابع ميرال لسعيد بن منانة
الاشتبي رابع المراكز، رابع المراكز الشاهينية لهجن الدشبة مع المضمر سعيد بن سالم المركز الخامس، وتابع معاني لسعيد بن منانة الاشتبي والمركز الخامس بن منانة، المركز السادس وتابع الشاهينية لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ما شاء الله وتبارك الله سابع المراكز، وتابع الشاهينية لهجن الدشبة مع المضمر سعيد بن سالم مع الانطلاق الرائع المركز الثامن. وصلت معزة في هذه اللحظات لمحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي اللي يتسلل مع معزة ويتقدم مع هذا الشوط، ما شاء الله تاسع المراكز، تاسع المراكز، وتابع وجود لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي متقدما ايضا بالانطلاق وحاضرا مع التحدي المركز العاشر الشاهينية لهجن الدشبة مع المضمر سعيد بن سالم. شوفوا لي هذه الأسماء الكبيرة، شوفوا لي هذه الأسماء الكبيرة والعمر التي تشارك على أرضية ميدان الشعب، أسماء مميزة وأسماء كبيرة جدا في عالم هذه الرياضة. أعود مع المركز الأول، أعود مع الانطلاق الأول، والشاهينية هي من تحتل صدارة المركز الأول. الشاهينية التي تحتل صدارة هذا الشوط وقيادته لهجن الدشبة مع المضمر سعيد بن سالم في هذا الحضور الرائع وفي هذا التقدم المميز على المركز الأول والبداية. المركز الثاني الشاهينية لهجن الدشبة مع المضمر سعيد بن سالم، ثالث المراكز، ثالث المراكز، وتابع هناك الحضور من عسيلة لسلطان بن سالم بن نايع بالشاوي القفلي، رابع المراكز معاني مع راعي المعاني، مع راعي المعاني، راعي المعاني الطيبة كلها، سال سعيد بن منانة الاستبي، سعيد بن منانة إذا. والمركز الخامس معزة لمحمد بن عبد الله بن سبعين، الله الله الله، المحرمي قادم من الجانب الآخر، هاجم من الجانب الآخر في التهديد، معزة 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 من الجانب الآخر، إذا تتقدم في هذا الانطلاق جئتي فجاء المجدوك نحوك طايعا متسائلا عن آخر الأخبار، متسائلا يا معزة عن آخر الأخبار. الله الله على هذا الانطلاق الرائع، ياهو شوط، ياهو شوط، الشاهينية مع المركز الأول تتقدم لهجن ند الشبا مع المضمر سعيد بن سالم، المركز الثاني، المركز الثاني، الشاهينية لهجن ند الشبا مع سعيد بن سالم، الثالث مع معزة محمد بن عبد الله من سبعين، وجود وجود بشعار الكرم والجود، وجود إلى المركز الأول من الأدامي خذت أجل التفاتتها، ومن الذيابة خذت باقي مواريها كن الضبا، وهجنة فصيلة وحدة أكثر وصوف الضبا في هجنة ألاقيها. الله هات وجود أم الغارب المارق اللي رعى الصنف
والله ما يخليها وسيعة المنحر اللي كنه دروازة ثلاثة أشبار يا بن فاضل ثلاثة أشبار بين الزور ويديها سلام يا وجود سلام يا وجود تهانينا والناموس لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي على فوز وجود وانتصارها بالمركز الأول سلام بن فاضل سلام المركز الثاني لسعيد بن منانة الاشتبي والمركز الثالث لمحمد عبد الله بن 70 المحرمي المركز الرابع